السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. بعد سياسة التعطيش التركية، أقليم كردستان يعقد الاتفاقات لبناء السدود خارج الاتفاقات الاستراتيجية. انتخابات الخريف، خطوات الميدان تبدد معطيات التعذر بإتمام الاستحقاق. حياكم الله. لما نص الدستور العراقي على الرجوع للحكومة الاتحادية في اتخاذ القرارات الخاصة للبلد، فإن أقليم كردستان خالف بمشاريع بناء السدود مواد الدستور، كونه أخذ الاتفاقيات مع شركات عالمية لبناء سدود تخزين المياه بالوقت اللي كانت ثلاثة من هذه السدود وفق الاتفاقات الاستراتيجية لتوليد الطاقة فقط، إلا أن المخالفات اللي يمارسها الإقليم تفاقم من أزمة المياه، حتى صار البعض يرى أن الإقليم عضيد تركيا بتعطيشه للعراق، والبعض الآخر رجح أن كردستان يبتز بغداد بالحصص المائية لنيل مبتغاه وتكوين المياه، وتكون المياه ورقة ضغط على الحكومة الاتحادية لنيل ما يريد كردستان. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، الحصاد هذه الليلة، الأول من تموز لهذا العام كان شاهد على استبدال أو إسدال الستار على أول محطات العملية الانتخابية، تسجيل التحالفات والكيانات الراغبة بخوض غمار المنافسة في الانتخابات المحلية اللي ثبت موعدها نهاية العام الحالي. هذا التحضير والاستعداد الحكومي اللي يترجم نقاط الاتفاق نحو الميدان لا جزئيا، بل ربما بدد كليا مساحات الجدل وبخار السياسة في الآونة الأخيرة اللي أمطر صندوق الأحداث برسائل تعذر إتمام الاستحقاق وتأجيله إلى العام المقبل، غير أن التهيئة اللوجستية ثبتت أوتاد العملية الانتخابية ودفعت بإجرائها نحو الأمام. وما تبقى من اعتراض حول تشكيلة المفوضية ذاتها التي تعدها بعض القوى حجر العثرة في الأساس. مشاهدي الأحبة، هذه الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا هذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. مطالبات الحكومة، حكومة إقليم كردستان، بالتراجع عن بناء هذه السدود أو تشييدها وفق خطة وزارة الموارد الاتحادية، كونها هي المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلد، لما لها من انعكاسات سلبية كبيرة على مستقبل المياه في بغداد وبقية المحافظات، لئلا تساهم كردستان بتفاقم أزمة العراق المائية بالتوحد مع أفعال تركيا. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ونناقشه ويا ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تتوالى الأزمات المائية على العراق يوما بعد آخر، فعقب حرب تركيا المائية من خلال بناء السدود وتقليل إطلاق الحصص المائية للبلد، جاء إقليم كردستان بصفعة جديدة تعاضد تركيا بمشروع بناء 4 سدود جديدة لتسهم بتفاقم أزمة انحسار المياه على محافظات الوسط والجنوب، الأمر الذي يستدعي موقفا حازما من الحكومة الاتحادية، خصوصا وأن إقليم كردستان وقع الاتفاقات مع شركات صينية لبناء السدود دون علم الحكومة الاتحادية بحسب ما ينقل الخبراء. ووفق إحصائيات شبه رسمية، أن العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 انخفضت معدلات إيرادات نهريه دجلة والفرات بنحو 50% من معدلاتها الطبيعية، وهذا ما ينذر بخطر كبير على مستقبل البلد وثروته، لا سيما وأن العراق يعتمد بنسبة 30% من حاجته للمياه الطبيعية على تلك القادمة من إقليم كردستان، وهذا ما يؤثر على حجم المياه المتدفقة من الشمال إلى بقية المحافظات. فالماء والخضراء والأرض الخصبة تستغيث من إعلان الحرب من قبل عدة جهات خارجية وداخلية، فالسدود تنشئها كردستان فعل يصف مع سياسة التعطيش التركية، وبحسب المراقبين فالأمور تتجه نحو ضرورة جلسات الحوار ومفاوضات التفاهم بين أقطاب الماسكين لمنابع الرافدين إنقاذا للمحافظات من كارثة الجفاف المتوقعة. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. أهلا بك أستاذ هادي، ضيفا كريما، حياك الله. وكذلك أرحب بالأستاذ عادل مختار، الخبير الزراعي والمائي. ضيوفا كرام، أستاذ هادي، بناء السدود في إقليم كردستان برأيك هل راح يرفع مؤشرات المخاوف من استخدامها ورقة ضغط على بغداد من قبل كردستان؟
شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير استاذ احمد، لك ولجمهورك الكريم وللضيف الاستاذ عادل المختار، وتحيه طيبه في هذا المساء الطيب. من حيث المبدا نحن كنا غالبا ما نتحدث عن اهميه بناء السدود في الداخل العراقي، سواء كان ذلك في اعالي دجله وعند مدينه الموصل، او الحديث عن سد يلي سد الموصل ليحافظ على كميات المياه المنسابه من اجل الا تتسرب هذه المياه دون فائدة خاصة، وأننا في بقية العراق لا نمتلك خطط واضحة ولا آليات عمل منظمة لإدارة ملف المياه التي كانت غالبا ما تذهب إلى الخليج دون أن يستفاد منها. وحتى هذه اللحظة للأسف الشديد نرى أنه المياه وإن كانت قليلة لكنها أيضا تذهب عبثا دون أن يتم الإفادة منها. نحن بحاجة إلى بناء السدود بالفعل في العراق، وبحاجة إلى بناء بحيرات صناعية. هنالك مياه تدخل من تركيا، ومياه من إقليم كردستان، وهنالك مياه من إيران، وهي مياه كثيرة جدا. يعني المياه التي تدخل من إيران مياه تفيض سنويا وتغطي مساحات شاسعة من الأراضي العراقية في الشرق العراقي باتجاه محافظة واسط وميسان، وتذهب إلى الأهوار، وبعضها يذهب إلى الخليج وبعضها لا يستفاد منه. وكان الحديث يجري عن بناء بحيرات صناعية في تلك المناطق وسدود يمكن أن تختزن كميات هائلة من الماء على الأقل لموسم الصيف بانتظار وصول دخول شهر الخريف. في إقليم كردستان هنالك حديث يجري عن عقود مع شركات لبناء سدود. هذا الأمر من حيث المبدأ قد يكون أمرا جيدا، لأننا نتحدث عن هذه السدود، وكنا نقول أن العراق يجب أن يبني بعض السدود من أجل أن يحافظ على كميات من المياه ثم يسيطر عليها ثم يضخها بطريقة وبآلية عمل منظمة لكي تغطي الحاجات السكانية. إذا كانت المياه تشح من تركيا وهنالك خطط لبناء السدود في الداخل العراقي وهنالك سدود أيضا في إقليم كردستان، فيمكن أن يتم التفاوض والتفاهم على هذه السدود مع حكومة إقليم كردستان، خاصة وأن كردستان هو جزء من العراق الفيدرالي، وبالتالي هنالك شراكة وهنالك وجود لنظام سياسي يضم الأطياف والمكونات الأساسية في العراق والطيفين الأساسيين الكرد والعرب. وبغداد تستطيع في هذه الأثناء أن تتفاوض مع إقليم كردستان وأن تضع آليات وبرامج عمل منظمة لكي يتم الإدارة الواضحة والإدارة الواعية لهذه السدود لكي تكون بالفعل تخدم الحالة العراقية وتوفر كميات من المياه وكميات خزن جيدة، لأن المياه أيضا عندما تأتي السيول في فصل الخريف وفي الشتاء وفي مطلع الربيع أيضا للأسف تذهب هدرا. نحن أمام حالة صعبة ومعقدة في المشهد العراقي السياسي، ولكن لدينا تجارب جيدة مع إقليم كردستان في إطار التفاهمات من أجل تشكيل الحكومة، من أجل حل بعض المشاكل والعقبات التي اعترت العمل السياسي خلال السنوات الماضية، وهذا يمكن أن ينسحب على الملفات الأخرى الاقتصادية، ملف الموارد الطبيعية، ملف المياه، ملف السدود، ملف المناطق المتنازع عليها، وليس فقط ملف التفاهمات من أجل تشكيل حكومة أو تشكيل تحالفات. إذن الأرضية متاحة لتفاهم أكبر بين بغداد وأربيل على مثل هذه الملفات، وخاصة ملف السدود الذي بدأ يشكل نوع من الأرق يعني لكردستان ولبقية العراق، لأننا أيضا نعلم أنه أربيل في الصيف تعتمد في بعض المناطق أو في كثير من المناطق على يعني السيارات الحوضية لنقل المياه. يعني أيضا يعني قد يستغرب البعض أن نقول أن أربيل ومناطق إقليم كردستان هي أيضا ضحية شح المياه في الصيف، لأن دجلة لا يمر تحديدا في مناطق شاسعة من إقليم كردستان، وهو يمر في الموصل، والفرات لا يمر بأراضي كردستان. والحديث الذي يجري عن السدود هو لا يعني نهر دجلة تحديدا، أي أن إقليم كردستان لن يبني هذه السدود على نهر دجلة، وإنما سيبنيها على بعض المصبات القريبة من أربيل والقريبة مثلا من السليمانية ومن دهوك. وهذه حالة شاهدناها سابقا في بعض المصبات التي تأتي من الأراضي الإيرانية، والمصبات التي تدفع المياه باتجاه نهر ديالة من نهر الويند، وكذلك المصبات التي تأتي من تركيا الجارة. إذن أنا أعتقد وآسف لهذه قد لا يرضى علي الكثير عندما أقول أنه إيران محقة في بناء السدود وتركيا محقة في بناء السدود، لأنهم يريدون إدارة ملف المياه بطريقة واعية ومنظمة. يبقى الذي علينا نحن كحكومة مركزية في بغداد أن نتصرف بطريقة حكيمة ونستخدم أوراقنا السياسية والاقتصادية وعلاقاتنا الدبلوماسية مع الجارة الإيرانية ومع الجارة التركية ومع الأخوة في إقليم كردستان لنتفاوض على آليات
يمكن أن توفر كميات جيدة من المياه وأن نحل المشكلة بطريقة مستقبلية أفضل. بمعنى نأتي إلى الحلول أستاذ هذه، خلينا نقاطعك ولكن لازلنا في المشكلة، يعني ضمن منطق العلم والتخصص أستاذ عادل مختار مع تجديد ترحاي بحضرتك، أكو مخاوف تطرح من خلال فكرة إنشاء سدود جديدة في إقليم كردستان، وخاصة هاي اللي تصدر من لجنة الزراعة والمياه، هل لها أرضية واقعية؟ اللجنة تتحدث عن عواقب كارثية وهي بصدد استضافة الوزير. تسمع رسالة عادل؟ صوت ما واضح. هسه أعيد السؤال حضرتك، يعني نتحدث عن ضمن منطق العلم والتخصص، أكو مخاوف اللي تطرح من فكرة إنشاء سدود جديدة في إقليم كردستان، وخاصة اللي تلك اللي تصدر عن اللجنة، لجنة الزراعة والمياه، هل لها أرضية واقعية؟ اللجنة تتحدث عن عواقب كارثية وهي بصدد استضافة الوزير. طبعا ما واضح، لكن قدرت التقط منها بعض الفقرات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضرتك على هذا الموضوع المهم والتحية لضيفك الكريم. حقيقة أريد أقول شيء، دائما السدود هي إذا تبنى فتبنى في الشمال، عادة بالإقليم هي أحسن مكانات لبناء السدود. بالنسبة للسدود الأربعة هي سدود صغيرة بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة، وهذه خاصة بتزويد المحافظات بكميات المياه اللازمة في وقت الشحة. تعرف دائما الأزمة هي تصير بجنوب المحافظات الجنوبية، بالشمال صعب أن تعوض، لذلك هاي السدود هي حتى تسند المياه للمحافظات الشمالية. حقيقة المتخوفين أن يعتبروا هاي السدود صغيرة، ليس مثل سد الموصل اللي هو 11 مليار متر مكعب، أو حديثا 8 أو دوكان دربند، كلها سدود كبيرة. هاي سدود صغيرة تسمى بسدود حصاد المياه، ماكو مشكلة، وهي من داوة وطقطق وأولكة، وهذول الأربع سدود صغيرة ما تأثر على شيء في موضوع أزمة المياه. المشكلة حقيقة مثل ما قلنا إحنا، مشكلة هي داخلية، أكو إيرادات لكن أنت مدى تعرف ترشد استهلاكك للمياه، ولذلك دا تحدث الأزمات. على سبيل المثال هسه اليوم تعرف حضرتك أكثر المحافظات دا تعاني من شحة مائية وزيادة بالتلوث كبيرة جدا. على سبيل محافظات البصرة اليوم عندك نسبة تلوث كبيرة، أما الإيرادات توصل للناصرية. بس هاي النقطة أريد أوضحها. تفضل. فاليوم أنت بالشتاء خزنت 3 مليارات أو مليارين ونص متر مكعب، ما تضحي لك بنص مليار متر مكعب وتخلي الهدوء يسود، يعني مثلا زيد الإطلاقات 200 متر مكعب بالثانية، وهذا شيء طبيعي حتى أريح الأمور، وما راح يأثر على الخزين الاستراتيجي مالتك بشيء. هذا هو اللي أقوله. إدارة المياه، إدارة ملف المياه هو المشكلة حقيقية. نعم. طيب أستاذ هادي، ملف الأمن المائي إذا ما تحدثنا عنه هو ملف سيادي بطبيعة الحال، هل أربيل الحق في التصرف والاقتراب من هذه المساحة، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة كثرت ملامسة أربيل للخطوط الاتحادية؟ اليوم المياه، قبل أيام دفاعات جوية راح تستلمها من واشنطن مباشرة، هذا العزف المنفرد يعني هل هو ضمن المقام الصحيح؟ طبعا طبيعة التشكيل السياسي بعد عام 2003 تضمن اتفاقيات عديدة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وكان هنالك اتفاق شراكة مبدئية منذ العام 2003 وحتى قبل ذلك التاريخ، عندما كانت هنالك اجتماعات تجمع فصائل المعارضة العراقية وتؤسس لنظام سياسي مختلف عن النظام الشمولي الذي كان يحكم العراق. وبعد عام 2003 كان هنالك نوع من الانزياح نحو اتفاقات سياسية في إطار بناء الشراكة الوطنية، وكذلك التأسيس لحكومات سياسية متعاقبة كانت تضم أطيافا من الشعب العراقي ومن المكونات الأساسية فيه. موضوع أن إقليم كردستان يبني سدودا، وطبعا التوضيح كان في أن هذه السدود هي لغرض القضاء على أو محاولة مواجهة المصاعب التي تتوفر عليها إقليم كردستان، وهي مصاعب شحة المياه في الصيف،
وبالتالي إمكانية الحصول على كميات من المياه وخزن هذه الكميات يمكن أن يؤدي إلى نهاية شحة المياه. يبقى الإدارة وطبيعة إدارة هذه الأزمة إذا كانت هنالك من أزمة أو أن هنالك من يتخوف من هذه الأزمة، هذا أمر مرتبط بالحكومة المركزية، وهي على تواصل يومي وكامل مع حكومة إقليم كردستان، مع أربيل، وفي ملفات عديدة، سواء كانت الملفات المتعلقة بالمياه أو ملف المناطق المتنازع عليها أو ملف تصدير النفط والجمارك والحدود والمعابر، وأيضا قضية البيشمرقة والدفاعات الجوية والأسلحة التي يمكن أن تورد إلى الإقليم. هذه التفاهمات طبعا أو هذه الإجراءات مرتبطة بطبيعة العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد. ما هو الذي تقبل به بغداد وما هو الحد الذي يمكن لأربيل أن تصل إليه في إطار خلق استراتيجية خاصة بإقليم كردستان في قضايا يمكن أن يعيشها الإقليم ويشعر أنه بحاجة إلى أن يقوي ذاته بذاته، وأن لا تكون هذه التقوية مثلا على حساب المركز. هذا الأمر مرتبط بطبيعة تلك التفاهمات بين المركز والإقليم. إذا كان هنالك شعور وإدراك لطبيعة مخاطر ما قد تترتب على بناء السدود أو على موضوع توريد دفاعات جوية أو أسلحة تقليدية إلى إقليم كردستان، فإن ذلك يتطلب أيضا تفاهمات ونقاشات وحوارات وتواصل، لأن معظم الإيرادات المالية التي تأتي إلى حكومة إقليم كردستان هي من الموازنة العامة للدولة العراقية، وغالبا ما تحدث خلافات تسبق تشكيل الحكومة أو تسبق الاتفاق السياسي أو تسبق تشريع الموازنة تتعلق بطبيعة هذه الأموال وكمية هذه الأموال، وعندما يتم الاتفاق على هذه الجزئيات يعني يجري الذهاب إلى اتفاق نهائي حول تشكيل الحكومة أو طبيعة النظام السياسي القائم. لذلك أنا أعتقد أنه الحكومة العراقية الآن بحاجة إلى تفاهمات أكبر مع أربيل، وأيضا الذهاب باتجاه أبعد وهو تحصين مستقبل الدولة العراقية في موضوع ملف المياه من خلال الانفتاح على مشاريع واستراتيجيات من شركات عالمية متخصصة. وأنا أعتقد يعني أتمنى أن لا أفهم بطريقة سيئة، أعتقد أننا يجب أن نعزل الجنوب عن فكرة دجلة والفرات، وأن نعزل الجنوب عن فكرة الخوف من دجلة والفرات ومن شح المياه في هذين النهرين، باعتبار أن هنالك مساحة جيدة من الجغرافيا تطل على الخليج بالنسبة للبصرة وبالنسبة لمحافظات يمكن أن تمد إليها أنابيب مياه ربما تصل حتى إلى منطقة واسط من الخليج، ومن خلال الاعتماد على محطات التحلية، ونحن نعلم جيدا أن دول تعتمد على محطات التحلية بالكامل، وهي الآن تتصدر العالم في السياحة وتتصدر العالم في الإنتاج وفي قضايا كثيرة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والأموال والأسواق المالية والشركات العابرة كالإمارات والكويت وقطر والبحرين، وهي تعتمد على مياه الخليج في التحلية. أستاذ عادل، ما أعرف إلى أي مدى تتفق مع ما طرحه أستاذ هادي بأنه يعني عزل مناطق الجنوب أو محافظات الجنوب وتعتمد على تحلية مياه يعني الخليج. قطع الصوت. الصوت يتقطع، هل تسمعني جيد؟ أبد مواقع. الأستاذ هادي جل مرعي يقترح بأن يتم عزل محافظات الجنوب عن هذا المشروع، مشروع السدود، وتعتمد على تحلية مياه الخليج والاعتماد على هذه المياه. إذا قصدك السدود فهو السد المتفق عليه على الشرط حتى نحسن موضوع المياه. اليوم المشكلة أكثر الإيرادات تجينا، لكن إحنا سوء الإدارة هو الأساس بالموضوع، وحكينا بها كذا مرة. بالنسبة للعلاقات مع دول الجوار، أنت لحد الآن ما تصرفت في التصرف ممكن أن يجيب لنا حقوقنا سوى زيارة دولة رئيس الوزراء لجارة تركيا، وجارة تركيا رأساً أنفت لزيدة الأطلاقة. الشيء الآخر يعني كانت الانتخابات التركية، أنت ما استغلت، أنت ما تستغل العراق، ما يتحرك بشيء حتى يقدر يكسب حقوقه مع دول الجوار، هاي انتهنا، ولا يسوي شيء حتى يوضح أو يستفيد من كميات الإيرادات التجي بشكل منطقي وسليم. على سبيل المثال الشتاء الماضي قبل كم شهر تذكر حضرتك الأمطار الغزيرة جت، خصوصا شهر الرابع والخامس، تقدر كميتها بستة مليار متر مكعب، وغير راحة اليوم
تخزنت بحدود 2.5 مليار. طيب ما تستفيد منها؟ احنا دخلنا شهر 7. هذه كلها امور هي سوء الاداره، سوء التخطيط. زين انت من تعرف انت الخزين مالك أسوأ خزين من ثلاثينيات القرن الماضي، والجيش تبي امطار، ليش ما خزنت الامطار مالتك حتى تقدر تستفيد منها بالصيف؟ طيب السؤال الأطرح من قناتكم، نعم. اليوم معالي الوزير يقول كميات المياه قد ما تكفينا لنهاية السنة. سؤال أطرحه وواضح، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف أيضا؟ إذا أنت الخزين مالك ما يكفي نهاية الشتاء، نهاية السنة. طيب إذا الشتاء القادم جاب إثلون، إذن قصر رؤية، سوء إدارة واضح. يعني أنت زرعت 6.5 مليون على الري السطحي، بينما الوزراء القلب كان يقللون ويشيدون ونزول 1.5 مليون. أنت صعدتها وسمحت للناس أن تزرع بهذا الشكل، ووصلنا هاي المرحلة. اليوم نجي على الشركات النفطية، تعرف حضرتك الشركات النفطية من تسحب برميل نفط وتحط مكانه 3 براميل ماء تستخدم، نعم. المياه المالحة. طيب ما تروح للبحر وتخلي لنا ال4 مليارات اللي هي تستخدمها، ممكن ندعم وضع المائي بالمحافظة الجنوبية. هذا كله سوء إدارة. البستنة لا زال لحد الآن الري ماله قديم، ولذلك يصرف أكثر من 3-4 مليارات متر مكعب، المفروض تحددها وتسويها ري حديد حتى تفرق لك 3 مليارات. هذه كلها واضح انه سوء الاداره. اليوم القطاعات الزراعيه اللي تعتمد على انتاج وفير واستخدام مي قليل كلها معطله، الثروه الحيوانيه تحديدا الابقار الدواجن، نعم. الاغنام كلها هاي معطله، نيجي التسويق الزراعي معطل، الارشاد الزراعي معطل. يعني شو تريد اقول لك؟ هل الزراعه هاي القطاعات ما تدخل الزراعات الهيدروبونيك اجروبونيك شعر مستمسك هاي كل قطاعات زراعية أنت تاركها ومتجه باتجاه الزراعة. الزراعة اليوم لازم تتغير، التسويق الزراعي اليوم يعتمد على الزراعة، الزراعة المغطاة حتى نقدر ننتج. تذكر قبل سنتين صدرنا للسعودية 3000 طن طماطم، المفروض اليوم نصدر 30,000 طن، لأن هذا يستخدم مخلي وإنتاج وفير، وهنا راح نشغل. مشكلة القروض الزراعية، الفلاحين اليوم كلها تشتري من القروض الزراعية، أصل القروض الزراعية أأجلها لمدى معين، أعيد النظر. اليوم السياسة الزراعية كلها خاطئة، كانت مع أيام الوفرة المائية، اليوم إحنا بعد دخلنا مرحلة جفاف. والأخطر في هذه المرحلة إنه الخزين مالنا أسوأ خزين منذ 300 قرن الماضي حسب تصريح معالي الوزير. اليوم التصريحات واضحة، الأمم المتحدة يقول أسوأ جفاف في مرض الحديث. هذا أبو جوانديب ممثل الأمم المتحدة بالعراق، ممثلة الأمين عام تصريحاتها، الأمين عام الجلسة، كل هذه، لكن ما نشوف ردود أفعال على أرض الواقع. أستاذ هادي، يعني لما تكون السدود في إقليم كردستان، نتحدث عن السدود اللي هي قيد الإنشاء أو ضمن الخطة الموضوعة اللي راح يتم الاتفاق أو تم الاتفاق عليها، كل هذه السدود هل تم تنسيق أمرها مع بغداد؟ وإذا كان أكو تنسيق مشترك بين بغداد وكردستان، طبيعة إدارة هذه السدود شلون راح تكون؟ إحنا نتحدث عن ملف سياسي ونتحدث عن يعني خلافات كبيرة في كل موازنة وفي كل مرحلة سياسية. نعم، في النهاية هنالك نوع من الإدارة المشتركة للدولة العراقية منذ 20 عام، وبالتالي توفرت خبرة جيدة جدا للأطياف السياسية المختلفة سواء في إقليم كردستان أو في بغداد للتفاهم على ملفات عديدة تحدثنا عن مجملها في القسم الأول من البرنامج، وبالتالي هنالك إمكانية يعني عقد شراكة مستدامة في ملفات أخرى كملف المياه، لأنه كما قلت المشكلة تضرب إقليم كردستان كما تضرب بقية العراق، ومعظم المياه تنزل من مرتفعات عالية، وبالتالي لا يستطيع إقليم كردستان السيطرة عليها والاستفادة منها. نفس الحديث الذي يجري هنا في بغداد، ويقول أن المياه تأتي إلى بغداد وتمر بواسط وتذهب باتجاه الجنوب وإلى الخليج وتهدر ولا قيمة لها ولا يستفيد منها أحد. هذا الحديث أيضا في إقليم كردستان يجري وبقوة ويتداول، أن المياه تدخل إلى المناطق الإقليم وهي مناطق شاسعة من أعالي الجبال، وتمضي بسرعة إلى مصبات وإلى أنهار أخرى، وتذهب باتجاه دجلة ونهر ديالة،
ثم لا يستفاد منها في إقليم كردستان. يعني الحديث هو ذات الحديث، ولذلك يمكن أن نقول أن الإدارة هي ذات الإدارة. عندما يحدث تفاهم وتحدث إدارة طبيعية للموارد وإدارة مشتركة للسدود ولغيرها من الموارد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حلول ناجعة لأزمة المياه في العراق. والأمر في النهاية معقود بيدي حكومة المركز وحكومة الإقليم. أنا الذي أقوله هنا وبصراحة، علينا أن لا نتوقف عند مشكلة بعينها وهي ليست لب المشكلة. يعني لب المشكلة هو في الإدارة في العراق. يعني أنت عندك أزمة سياسة في العراق وأزمة إدارة في العراق، أزمة نظام حكم في العراق. هذا النظام يحتاج إلى أن يقوي إرادته في مسألة القضايا الاستراتيجية. يعني ملف المياه هو ملف استراتيجي، وملف المياه يكاد يكون هو أخطر الملفات الآن. ليش؟ لأنه أنت عندك ثروات هائلة من النفط والغاز وغيرها من الموارد، ولديك أرض طيبة يمكن أن تزرع بكل الطرق، لديك مياه جوفية، ولديك طرق إدامة للمياه وللزراعة، ويمكن أن تعتمد على شركات. لاحظ أن دول مجاورة للعراق كلها تعاني من أزمة مياه. يعني مثلا من قال لك أن تركيا لا تعاني من أزمة مياه؟ لأن دجلة والفرات كما تعلم تأتي من أقصى الشرق التركي والجنوب التركي، وهي بعيدة عن غرب تركيا وعن شمال تركيا، وبالتالي في بعض مناطق تركيا تعتمد على مياه الأمطار والسدود التي تبنى على الجبال. والأردن يعاني من شح المياه ولا توجد لديه موارد مائية. سوريا موارد أيضا مائية. لما يكون عندك موارد مائية يعني هو حقهم، ولكن احنا نتحدث اليوم لما يكون هو العراق ولديه موارد مائية وتكون الحرب ليس إقليمية بل حتى أصبحت في الداخل العراقي هنالك هذا الموضوع بوادر لحرب هذا المياه. الموضوع هذا الموضوع يجب ان يتم التفاهم عليه. طالما ان لديك نظام سياسي ولديك حكومه مركزيه ولديك حكومه في الاقليم ولديك نعم. موارد اذن هذه لديك ليس باب التفاهم بل راح تضاف الى نقاط يمكن ان تصل الى حل، الى نقاط الخلاف التي سيتم الحديث عنها في كل ازمه سياسيه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ هادي جل المرئي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفيه اثريت الحوار، وشكر كثير لحضرتك الاستاذ عادل مختار الخبير الزراعي والمائي. مشاهدي الاحبه بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه في هذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الاستاذ صفاء الموسوي عضو مفوضيه الانتخابات السابق. حياك الله استاذ صفاء ضيف الكريم، اهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك ارحب بالاستاذ دريد توفيق الخبير في الشان الانتخابي ضيوفا كرام. استاذ صفاء ابدا مع حضرتك. اليوم بدت عمليه تسجيل التحالفات والكيانات السياسيه في المفوضيه العليا المستقله للانتخابات للكيانات اللي ترغب بالمشاركه بانتخابات مجالس المحافظات. هل تعتقد انه هذا الموعد يثبت موعد الإجراء وبدت سجال تأجيلها إلى السنة المقبلة ووضع جميع التكهنات أمام الأمر الواقع بأن صافرة البداية قد انطلقت وأن النهاية أو يوم الانتخاب سيكون في 18 كانون الأول من هذا العام؟ نعم، بداية شكرا جزيلا لاستضافتكم وتحياتي لكم وللمشاهدين ولضيفكم أيضا. حضرتك طبعا بالتأكيد يعني هو الشروع بعملية يعني تسجيل الأحزاب والتحالفات يعني في شهر تموز، بدايته هو من 1 تموز ولغاية 30 من الشهر كما هو يعني ضمن جدول العمليات للمفوضية، هو يؤكد على أن يعني الموضوع قد يعني بدأ مساره باتجاه إجراء هذه الانتخابات. نعم يعني الإجراءات ستكون مستمرة وأيضا تليها إجراءات أخرى لاحقة ضمن فقرات الجدول العمليات الخاص بالمفوضية، يعني منها ما يتعلق بالإجراء استكمال يعني العدد الخاصة بالمراكز والمحطات الانتخابية، وكذلك طباعة ورقة الاقتراع والأوراق الحساسة، وما يتعلق بباقي الفقرات المتعلقة بالخطة الأمنية
يعني إعداد الموظفين الخاصين بالعملية الانتخابية إلى آخره. هذه هي كلها حقيقة مراحل ضمن توقيتات محسوبة في الجدول العملياتي، وهذا يعني يؤكد على أنه الانتخابات إن شاء الله ستجري في موعدها كما هو معلن، يعني في 18 من شهر ديسمبر هذا العام. ما يتعلق طبعا بالأحزاب السياسية، هو موعد مفتوح للأحزاب الجديدة، هناك أحزاب سجلت سابقا، أعتقد وصل عددها إلى 267 حزب سياسي يعني مسجل لدى دائرة الأحزاب في المفوضية ومصادق عليها من قبل مجلس المفوضين. وفي هذا الشهر أيضا إذا كانت هناك أحزاب جديدة أو هو لتسجيل أيضا التحالفات، لأن مثل ما تعرف حضرتك التحالفات السياسية هي عبارة عن تحالف يضم مجموعة من الأحزاب التي تتفق في الرؤى وتتفق في يعني الأهداف التي تسعى إليها. هذا طبعا التحالف أيضا يجب أن يسجل في المفوضية ويعني يأخذ اسما معروف حتى يقدر يخوض الانتخابات القادمة. نعم. أستاذ دريد، أرجد الترحاب بحضرتك ونتساءل هنا عن مدة التسجيل للتحالفات، هل راح يستمر شهرا كامل؟ هل سنشهد فيها تغيير في شكل التحالفات والخارطة السياسية، أم أنه كما أوضح الأستاذ صفاء بأن تحالفات وكيانات قديمة تضاف لها الكيانات الجديدة؟ يعني نتحدث هنا بصورة عامة عن التئام قوى في جبهة واحدة وأيضا قبالتها تفكك بعض القوى القديمة. مساء الخير على جنابك وعلى مشاهديكم الكرام، تحية حب وتقدير إلى قناتكم الكريمة وإلى ضيفكم الكريم. طبعا تاريخ التحالفات وفق ما أعلنت عن المفوضية يبدأ من 1/7 وينتهي ب 30/7. النظام الانتخابي هذا لا يتعامل مع أشخاص بقدر ما يتعامل مع تحالفات وقوائم، لذلك هناك شيء في جدول العملياتي اللي هو مرحلة طباعة ورقة الاقتراع، فضروري جدا أنه تنتهي هذه المرحلة ثم تبدأ مرحلة تسجيل الأعضاء القائمة. لذلك لو أخذنا في النظرة بسيطة حول المخرجات المتوقعة، في عام 2018 كانت بغداد على سبيل المثال دائرة انتخابية، والنظام الانتخابي هو نظام تمثيل نسبي بصيغة سانت ليغو، كان عندنا بحدود 24 تحالف في بغداد يتنافسون، كان عدد المرشحين بحدود 3300 مرشح بهذا القدر تقريبا، أي بمعنى أنه كان لأنه كانت بوقتها انتخابات نيابية، فكان 69 مقعد في 2 يطلع 138، لكن في هذه الانتخابات أنا أتصور راح يصل ل20، لأنه هناك نضج سياسي حقيقي. هذا النضج يجعل الكيانات السياسية أن تتحد مع بعضها، لأنه كل ما كانت التحالف أكبر وأشمل كانت فرصته بالفوز أكثر. لذلك أنا أتصور راح يصل بحدود 20 تحالف مبدئيا هالشكل تخيلي، بمعنى أنه 69 العفو عندنا 49 مقعد في 2 يطلع 98 مرشح، أضربها في 20 يطلع بحدود 2800 مرشح في بغداد على سبيل المثال راح يكون عندنا بهذا القدر. طيب مدى ملائمة هذه التوقيتات الزمنية أستاذ صفاء، نتحدث عنها بقبالة الجداول اللي تحويها العملية اللي وضعتها مفوضية الانتخابات مع المعايير الدولية، أشرت حضرتك إلى هذه الإجراءات داخل المفوضية اللي تخص الكيانات، ولكن حسب المعايير الدولية أين نضع أنفسنا؟ يعني كل فقرة موضوعة بالجدول العملياتي الخاص بإجراء انتخابات هي بالتأكيد مدروسة، يعني مدروسة من قبل الدوائر الفنية في المفوضية، وكذلك يعني ما يتفق مع متطلبات القانون. تعرف حضرتك اليوم القانون الذي شرع لأجل إجراء مجالس المحافظات هو غير القانون الذي تم استخدامه في العملية الانتخابية السابقة، الانتخابات المبكرة أقصد اللي جرت في عام 2021 شهر العاشر، الدوائر المتعددة. بالتالي متطلبات هذه العملية هي تختلف عن المتطلبات السابقة، فبالتالي لما تختلف احنا جدول العمليات عندما يصمم يعني سيصمم وفق متطلبات القانون الجديد الذي يعني شرع من قبل مجلس النواب. هذه التوقيتات توضع من قبل الدوائر الفنية وتحسب بدقة، يعني الأيام الموجودة فيها ما يتعلق مثلا على سبيل المثال احنا
لما يعني نذكر مثلا فقرة فتح باب تسجيل التحالفات، هو نعطيها فترة الشهر، لكن بالحقيقة هو يعني قد لا يعني نستغرق الشهر كله، لكن هو شهر موجود مفتوح للتحالفات، لأن تعرف أنه قضية التحالف يعني أن تتحاور أحزاب فيما بينها، هي أكيد أكو فترة سابقة تم الحديث وتم الاتفاق وجهات النظر أفرزت أنه مثلا على سبيل المثال تقارب بين الحزب ألف والحزب باء، فبالتالي هم دخولهم في قضية التحالف يعني هي ليست فقط ضمن هذا الشهر يعني من 1 إلى 30، لا لا، هي القضية كاتفاق وكأفكار وكتوجهات موجودة قبل، ولكن فترة التسجيل يعني تحويل الفكرة إلى واقع يتم خلال هذا الشهر، فبالتالي الإجراءات هي محصورة، يعني إجراءات التسجيل محصورة ضمن الشهر، لكن كما ذكرت بأنه الاتفاقات هي بالتأكيد سبقت هذا الأمر. المفوضية طبعا تدرس بدقة كل إجراء وتضع له التوقيت المناسب، يعني مثلا الآن احنا عندنا ضمن الجدول العملياتي دائما في كل انتخابات طباعة ورقة الاقتراع. طباعة ورقة الاقتراع طبعا هي ما تأتي جزافا، وإنما وفق ضوابط قانونية، قضية الإعلان عن المناقصة، قضية أنه يعني المشاركة من قبل الشركات المختصة، فتح العطاءات إلى آخره، هذا كله هو يعني محسوب ضمن توقيتات زمنية من إلى، وبالتالي الـ يعني الإجراءات هي مدروسة بدقة، وإذا لا سمح الله مثلا اقتضى الأمر مثلا أنه أن يكون هناك تمديد لأي فترة، فهذا التمديد احنا هما تمخلي له هامش، يعني بمعنى أنه أكو يومين ثلاثة حسب كل إجراء ممكن أن يحصل به، لكنه هو مو أكيد، يعني بالتالي احنا التوقيت اللي تعطيه المفوضية بالتأكيد هو توقيت مدروس وليس اعتباطي، من أجل أنه تتم جميع الإجراءات وصولا إلى يوم الاقتراع، فبالتالي هذه العملية هي عملية عبارة عن عملية تسلسلية تبدأ من خط الشروع اللي يعني خلينا نقول بدينا اليوم بالنسبة ما يتعلق بتسجيل الأحزاب والتحالفات، وقسم من الإجراءات أصلا هي مستمرة، يعني مثلا قضية توزيع البطاقة البيومترية، تحديث السجل، هذه كلها هي أصلا مستمرة، لأن هو هذا جهد مستمر لي يعني مراكز التسجيل في المفوضية. طيب. فبالتالي نعم أعتقد أن الموضوع يعني ماخذ مجال الفني، أبعاد الفنية مأخوذة، خصوصا طبعا مع توفير المستلزمات الخاصة ب يعني أي إجراء، يعني أقصد المستلزمات المالية وما يتعلق به. طيب. نعم. أستاذ دريد، يعني تحدث الأستاذ صفاء الموسوي عن الحاجة لربما تكون لبعض الوقت وهنالك تمديد أو هامش زمني، ولكن أي تمديد إضافي لربما راح يحرج المفوضية الحالية، ونتحدث عن العمر الرسمي للمفوضية وانتهاء دورتها، لربما أيضا سنقع في حالة التمديد أمام إشكالات. طبعا أستاذ صفاء هو رجل ممارس بهذا العمل، فحسالك يا من جنبة فنية بحتة، الجدول الزمني للجدول العملياتي التي تهندسها المفوضية وأي مفوضية بالعالم لما تسوي انتخابات لازم عندها جدول زمني تبدأ تشتغل على أساسه، هذا الجدول الزمني يكون شبه مقدس بأوقات، ليش؟ لأنه يكون بتداخل في بعض الأمور، بمعنى هو في الفترة اللي فاتح بها التحالفات هو يحدث بيانات، وفي نفس الوقت هو دي يسوي تعاقدات مع شركات لطباعة ورقة الاقتراع، نفس الوقت هو دي عنده أبدية للمخرجات المتوقعة للتحالفات، فبدأ عملية هندسة ورقة الاقتراع، فشيء بشيء متداخل، لذلك صعب جدا التلاعب في الزمن. ليش؟ لأنه أي حركة في هذا طبعا أكو سماحات مثل ما ذكر لك أستاذ صباح، أكو سماحات، لكن الحركة الزمنية هذه مشكلة تكون، لأنه حقيقة تخربط كل العملية الانتخابية. طيب، لذلك فتكون حريصة دائما على ترتيبها. نعم. نتحدث أيضا أستاذ دريد عن أهمية التواصل بين مفوضية الانتخابات وشركاء العملية السياسية، نقصد هنا وسائل الإعلام، منظمات مجتمع مدني، وكلاء الأحزاب السياسية، هل تصب في تسهيل إجراءات، تذليل العقبات، الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب؟ بصراحة هذه النقطة كلش مهمة اللي ذكرتها جنابك، التواصل ما بين المفوضية وشركاء العملية الانتخابية، هنا يجب أنه يكسر الجليد إذا كان هناك جليد أو سوء ظن أو عدم فهم لبعض الأمور، يجب أنه يتوضح. بدأت المفوضية على سبيل المثال قبل أيام، قبل العيد سوت ندوة جمعت بها الكيانات السياسية، شرحت لهم عن إجراءاتها في آلية التحالفات، هذا حقيقة يصب في عملية صهر الجليد
اللي موجود ما بين الشركاء والقائمين على العملية الانتخابية. لا ننسى في نقطة كلش مهمة، أنه العملية الانتخابية ليست عملية مؤسساتية، لا، المؤسسة مثل مؤسسة المفوضية هي تدير العملية الانتخابية، لكن العملية الانتخابية هي عملية مجتمعية، لأنه ببساطة آخر انتخابات كان عندي بها 309 ألف موظف يوم اقتراع، فبالنتيجة هذا مجتمع يدير العملية الانتخابية، لذلك يجب أنه الكل يشارك بدوره. منظمة المجتمع المدني واجبها أنه ترفع من نسبة المشاركة وتوعي، الحزب عليه أنه يتواصل مع الجمهور حتى يرفع من نسبة المشاركة، المفوضية تسهل العقبات وتذلل هذه الحواجز بينها وبين الكيانات، الكل يجب عليه أن يساهم. طيب أستاذ صفاء، يعني شيابنا يقول ما أقول مذموم، وهذا هو دور المفوضية. يعني لما يكون مجلس المفوضين اللي أدار الانتخابات البرلمانية السابقة هو ذاته راح يدير هاي العملية، وكان هنالك جدل حول نزاهة هذا المجلس، الكتل اللي اعترضت سابقا على التشكيلة للمفوضية كيف سينساب الأمان إليها لخوض التجربة الثانية ولا تزال الأداة على حالها؟ يعني اي يعني تجربه انتخابيه واي مجلس مفوض، يعني منذ 2004 ولحد الان، نعم، كل المجالس طبعا هي تنتقد من قبل شركاء العمليه، من قبل الاحزاب يعني تحديدا شركاء العمليه الانتخابيه، احيانا يعني نقصد بهم الاوسع من الاحزاب، المنظمات، فرق المراقبه. فاحنا يعني عندنا ديمقراطيه ناميه، يعني ليست ديمقراطيه راسخه كما هي في يعني الدول الديمقراطية العريقة، فبالتأكيد دائما هذه الانتقادات موجودة، ويعني ليس يعني صحيحا أنه كل الانتقادات اللي تثار هي بالنتيجة يعني تكون انتقادات واقعية، لأنه بالتأكيد أنه الذي يخسر الانتخابات قد لا يضع أي سبب سوى أنه يرمي هذا الموضوع على المفوضية. أنا حقيقة لست يعني لا في كلامي هذا لست متحدثا ولست مدافعا عن أحد، ولكن أقول بأنه العمل في يعني بلد مثل العراق بالتعقيدات المعروفة، بالتأكيد أنه أي جهة تأتي سوف تصاب بسهام النقد من قبل يعني المشاركين في العملية الانتخابية. ونفس الآن الذي يعني ما يتعلق بمجلس المفوضين الحالي، إذا كانت تقصد يعني الانتقادات السابقة، ما هي الآن نفس الأطراف اللي اعترضت على المفوضية هي نفس الآن ربما اللي قبلت وكملت الموضوع. فبالتالي أنا أعتقد ليس يعني كل الإشكالات يعني متعلقة بالمفوضية، وإنما هو هذا الواقع، واقع يعني الانتخابات في العراق هو واقع معقد وليس واقع سهل، إضافة إلى أنه أصلا يعني إجراء الانتخابات الحالية اللي هي انتخابات مجالس المحافظات أصلا هو تأخرت يعني قرابة 10 سنوات. يعني يتذكر الجميع بأنه آخر انتخابات احنا أجريناها بال 2013 وتعطلت لحد هذا اليوم. هذه التعطيل مو المفوضية هي عطلتها، وإنما هي التعقيدات اللي موجودة بالواقع، بل أن مجلس النواب نفسه هو الذي ألغى مجالس المحافظات يعني بعد الاحتجاجات اللي صارت، واليوم رجع الى هذا. فاعتقد الموضوع هو ليس عند المفوضيه هناك قانون مشرع من قبل مجلس النواب، هناك من يتفق مع هذا القانون وهناك من يرفض هذا القانون، لكنه عندما اصبح قانون ونشر بالجريده الرسميه المفوضيه ملزمه باجراء، فتجري وفق هذه السياقات. طيب. يعني وفق السياقات التي يعني جاء بها القانون. بعدين هو حتى قانون المفوضيه، يعني مجلس المفوضين إنما هو جاء عبر أيضا قانون شرع مجلس النواب، وهذا الموضوع. فبالتالي أنت أن يعني الشرع قانون وبعدين ترجع تنتقد الموضوع، أعتقد هذا الموضوع يعني ربما يكون فيه الكلام الكثير. بالتالي أنا أعتقد الموضوع هو يعني حتى لو سلمنا جدلا بأن كانت هناك بعض الإخفاقات لدى المفوضية، فإنها لا تقدح بأصل العملية، والدليل على أنه اليوم يعني العملية السابقة هي تمت وتم تشكيل الحكومة، واليوم احنا ذاهبين باتجاه انتخابات لمجالس المحافظات أيضا وفق قانون مشرع منه. فالمفوضية لا أعتقد لديها يعني دخل في هذا الموضوع، لأنه المفوضية اللي غير متحكمة في كل شيء، يعني القانون يشرع مجلس النواب. سيد، نعم. سيد صفاء، وفي سؤال أخير حضرتك أستاذ دريد، الإجابة في دقيقة إذا تسمح، يعني نتحدث عن البيئة السياسية اللي يوضح معالمها الأستاذ صفاء.
هل لا تزال البيئة الشيعية السنية مهيئة للذهاب نحو هذه التجربة خاصة مع الملاحظات اللي سجلت على أداء مجالس المحافظات السابقة؟ بصراحة هناك أنا أشوف هناك استقرار سياسي حول الذهاب للانتخابات، والدليل أنه الكل يعمل اليوم حول آلية جمع المرشحين والتخطيط لعملية الانتخابات والتواصل مع الجمهور. أنا أشوف جو صحي حقيقة انتخابيا اليوم، ماكو مشكلة واضحة أنه باتجاه الكل حريصة على وجود مجالس المحافظات، لأنه أهمية مجالس المحافظات بات واضحا وتأثيره على البنية التحتية، وهذا يعني بحد ذاته هو حافز للمشاركة بالعملية الانتخابية، وهو يعني حقيقة يصب في مصلحة استقرار العمل الانتخابي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ دريد توفيق الخبير في الشأن الانتخابي، حوارا ثريا مع حضرتك، ولهذه الإضافات والإثراءات الأستاذ صفاء الموسوي عضو مفوضية الانتخابات السابق، أشكرك جزيل الشكر والامتنان، وشكري أيضا موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.